وبركاته. حياكم الله الأخوان وبياكم. اليوم إن شاء الله نستكمل تكملة كورس كومتيا لينكس بلاس سيرتيفايد بروفيشنال، إضافة إلى منحق اليو سي بي اللي هو لابونتو سيرتيفايد بروفيشنال. إن شاء الله نبدأ على بركة الله. طبعا شباب، الناس اللي محضرين الكورس، اللي يتابعوا الكورس، يعني اللي بيتابعوا الفيديوهات اللي نحب ننزلها أول بأول، نحن بنبدأ ندخل في القوي، بنبدأ ندخل في الأمور الجامدة. ويا ريت يا ريت يا ريت يا ريت الناس تكون محضر اللي قبل. فأنا سمعت كثير من الناس بيقول إيش الفائدة، أنت يعني بتتكلم على كوماند لاين، فنحن ممكن نستخدم الجرافيك يوزر انترفيس ننهي الموضوع. بقول لك لا يا سيدي، عفوا ما ينفعش، لأنه أنت كلينكس أوبريتنج سيستم أدمنستريتر لازم تتعامل مع الكومنتس، لأنه في نظام تشغيل جيكور ما في بوش أي جوي أو جي يو أي أو جرافيك يوزر انترفيس، لا. فانت محتاج ومضطر انك تتعامل مع كوماند لاين، فوجب عليك الانتباه والشعور على كوماند لاين. وحتى تقدر تحصل على شهادة لينكس بلس، تحصل على شهادة الابونتو، لازم تعرف الامور دي كما كان في الويندوز يا اخي. فلازم تتعلم الدوز، اوامر الدوز، شفت كيف؟ طبعا بالضبط في نفس الكلام في لينكس. فنحن اليوم ان شاء الله بنتكلم على موضوع how to manage file and directories، يعني كيف بتقدر تتعامل مع الفايل اند دايركتوريز. فيعني معناته الكلام ده نحن بنتكلم على امر اسمه كوبي، بنتكلم على امر اسمه موف ما يعادل الكت في الويندوز، بنتكلم على امر اسمه ديليت، بنتكلم على امر اسمه ميك دايركتوري، بنتكلم على امر اسمه ار ام دايركتوري ريموف دايركتوري، بنتكلم على امر يعني على امور كثيره، على امر ليست، على امر بي دبليو، او امور كثيره. ففي امر طريف اسمه بي دبليو دي اللي هو برنت ورك دايركتوري. كأمر BWD هو اختصار لكلمة Print Work Directory، فهو بيطلع لي المسار أو الكرنت لوكيشن اللي أنا جالس فيه أو اللي أنا واقع فيه، تمام؟ ده الأمر الأول. نجي على أمر تاني اللي هو ما يسمى بالCD. معروف الناس اللي تشتغل على الويندوز يعني هم أخبر مني بالأمر ده. أمر CD كما هو واضح من اسمه، اسمه Change Directory، يعني غير الدليل، غير الاتجاه، نقلنا لمكان تاني. فكتشينج دايركتوري انت محتاج تكتب الديستنيشن اللي انت يعني محتاج انك توصل له. على سبيل المثال انا لو كتبت سي دي الان ومحتاج اوصل للديسكتوب، فبروح بقول لهم ولا الديسكتوب، شفت انا رحت لمن؟ للديسكتوب بشكل مباشر. او ممكن اكتب سي دي مثلا، فانا وصلت للتيم كمان بشكل ايش؟ مباشر، تمام؟ عندك cd dot dot cd space dot dot، هو بيسوي لك عملية انتقال خطوة للخلف، شفت الفكرة كيف؟ لكن الامر cd space dot فهو بيثبتك في الكرنت لوكيشن اللي انت جالس فيه، شفت؟ كده. وممكن انت الان لو مثلا على سبيل المثال قلت على cd بعدين مثلا هوم وبعدين ولا ديسكتوب، تمام؟ انا لو نقلت فيه الان رحت مباشرة، فلو رحت كتبت امر سي دي صافي، فراح رجعنا للكرنت روت الخاص في اليوزر. ولو رحت كررت الامر مرة تانية وكتبت cd space tilde فهو بيسوي لي نفس الامر. اذا الامر cd والامر cd space tilde فهو بيسوي لي نفس الامر، اللي هو عبارة عن الوصول او الرجوع للروت بشكل ايش؟ مباشر، اللي كان بجلسنا حول cd. نجي الامر التالي هو عبارة عن الاس، عبارة عن الليست، يعني بيسوي لي عملية عرض للفايلز and directories. بس ال اس او الليست ده العرض له مجموعه من البارامترز او مجموعه من المؤشرات. فلو كتبت انا ال اس اي فهو بيقوم بعمليه عرض الملفات المخفيه، من حتى فقط الملفات المخفيه اللي تبدا برمز الدوت. يعني لو عملت كده فشوف عدد الفايلات التي تم عرضه والفولدرز اكثر في المره الاولى، فشفت اللي بدات بدوت فهذه عباره عن ملفات مخفيه. كمان عندي الامر ال اس داش ال، ال اللي هو عبارة عن long list، فده بتلاحظ كيف طلعت بشكل مرتب، بس قابل مزيد من المعلومات،
قابلي عن معلومات على البرميشن، قابلي معلومات على اليوزر، قابلي معلومات على الجروب، قابلي معلومات على السايز، قابلي معلومات على الكرييت او اللاست موديفاي. شفت الفكره؟ تمام. كلير. كمان في امر ال اس داش ار، ار اللي هو بيسوي لي عمليه عرض للسب دايركتوريز. عفوا ال اس داش ار كابيتال لازم تكون. شوف لو عرض، هو بيسوي لي عمليه عرض، مش بس فقط عرض، لا اضافه الى عرض ده في عندي داتا او بيانات متواجده بيسوي لي فيها عمليه العرض كمان. شفت الفكره كيف؟ كده انت ممكن تدمج حرفين او تدمج اتنين باراميترز مع بعض. مثلا لو عملت ال اس انا ار، ار احنا قلنا بيعرض لي على السب فولدرز او السب دايركتوري، صح؟ بس بقول له كمان اي، يعني كمان مخفي، اعرض لي السب واعرض لي المخفيين. شوف ايش طلع، فراح طلع لي حتى المخفيين لو تتفرج. تمام. هذا عباره عن الاس، خلي بالك الاس بعرض عادي، لكن الاس داش اي مع الملفات المخفيه الدايركتوريز المخفيه. ال بيسوي لي ايش؟ لونج ليست، بيطلع لي برميشن، بيطلع لي سايز، بيطلع لي كرييتر اونر اضافه الى الديت اند تايم. اما ار كابيتال اللي هو بيطلع لي الايش؟ عباره عن السب فولدرز. وقلنا ممكن تدمج اكثر من باراميترز، يعني مثلا ال اي ار اي اللي هو بيطلع لي السب فولدرز اضافه الى ان ايش؟ مخفيه. طيب نيجي على امر ظريف كده اسمه ام كي دير، يعني ميك دايركتوري، فبنشيله فولدر بسميه داتا. فلو قلت له الان انا الاس فشفت داتا في موجود، انه ما فيش داتا، هذا الداتا شفت فين صار؟ موجود. طيب خلينا ادخل للداتا ده، سي دي داتا، دخلت للداتا في امر اسمه تاتش. تاتش خلينا اقول لك بسميه تيست دوت تكست. فتاتش بيسوي لي عملية إنشاء MT files، يعني ملف فاضي. في لينكس مهمناش الاكستنشن الامتداد، منه بيتعرف عليه، لا ده في عالم الويندوز، لكن في عالم لينكس لا مهمناش. فانشأت فايلز امتي، لو عملت الاس بتشوف اسمه تيست، رجع خطوة للخلف، رجعت خطوة للخلف، عملت الاس كله موجود، إذا وضحت العملية صح؟ طيب نجي على أمر الكوبي أو ما يسمى بالسي بي. سي بي اختصار لكلمة كوبي في لينكس، تمام؟ وهي تشتغل مع الباراميتر ار، مع المؤشر ار، تمام؟ طيب فمعروف بعد كلمة كوبي انت بتحتاج تكتب الديستنيشن والتارجت. فأنا بشوف أول حاجة الفولدر اللي باخده، خلينا آخذ مثلا الفولدر ده اللي اسمه ولاء أو الدايركتوري اللي اسمه ولاء، فبقول له سي بي داش ار ولاء، تمام؟ خذ لي الفولدر ده اللي اسمه ولاء وحط لي اياه على الهوم ولاء ديسكتوب. نشوف، طبعا في غلط بكلمة ديسكتوب، شفت؟ طلع الفولدر. فأنا أخذت منه نسخة بالبيانات اللي موجودة داخلته. شفت اللي صار؟ أخذت منه نسخة بالبيانات اللي موجودة داخلته. إذا لو رحت للروت الرئيسي الخاص باليوزر فبشوفه موجود، شفت؟ طيب حلو. في أمر تاني اسمه موف، هو عبارة عن الـ MV، ما يعادل الكت في عالم الويندوز. لو قلت له أنا مثلا MV-F داش اف اللي هو عمل لي اوفر رايت، يعني حتى لو في نسخه منه خذ لي منه اياه. وفي داش اي يعني كده اي انفورميشن، يعني لو كان هلا موجود في الهدف الثاني اعطي لي وورنينج وقول لي انه موجود. لكن ان يعني نن اوفر رايت او نوت اوفر رايت، يعني لو موجود ما تكتبش، شفت؟ فانا على سبيل المثال بقول له داتا، تنقل لي الداتا الى المكان التالي هوم ولا ديسكتوب، عملت انتر فشفت الداتا فين صار؟ صار هنا
نقلته بمحتواه كمان. فلو رحت فتحت الآن فصار الداتا مش موجود. شفت الفكرة كيف؟ أنا سويت له عملية نقل. طيب في أمر تاني نحن محتاجين اللي هو أمر الحذف، اللي هو خلينا أكريت فولدر إمتي عشان أوضح بعض الفكرة. فمحتاج أروح للديسكتوب CD اللي يكون مثلا هوم ولا ديسكتوب. طيب فأنا بقول له mkdir وليكن اسمه تيست. أنا انشأت فولدر الآن لو بتلاحظ اسمه تيست فاضي. خلينا أوري لك أمر ريموف. في أمر اسمه rmdir، بس خلي بالك بحذف ولا. قال لي الولاء الدايركتوري ده is not empty. تعرف ليش؟ لأنه فيبو عنده فايلز، فما ينفعش الأمر ده تستخدمه للدايركتوريز اللي مليانة مقلدات. ده ينفع للفاضيين. يعني لو عملت أنا مثلا الآن عبارة عن rmdir وكتبت له تيست، شوف شو اللي صار. راح كل سنة وأنت طيب، قدرت تحذفه صح؟ طيب إذا إيش الأمر المناسب اللي أنا بستخدمه للدايركتوريز اللي تكون مليانة؟ بقول لك بتكتب rm-r، ده البارامترز الخاص فيه. لو قلت له مثلا ولا، شوف اللي بيصير، راح. لو كررت الامر على الداتا كمان، شوف اللي بيصير، راح. تمام كده. دي كانت عبارة عن فقرة سريعة تتكلم وتعلمنا احنا كيف انه نحن نقدر نعمل عملية مانجمنت او عملية ادارة من التيرمينال عن طريق الباش، وتسمح نحن كيف انه نقدر ندير نظام اللينكس. الى هنا كان معكم اخوكم ولا عصام، نشكركم على حسن الاستماع وطيب الله اوقاتكم. لا تنساش تعمل شير ولايك على القناة لتحصل على كل جديد. شكرا جزيلا.